سمعت فرحات الحشد البحث الديمقراطية منظمة توصية دولية مستقلة غير ربحية وغير حكومية مقرها توصل العاصمة، منظمة أكاديمية بحثية تعمل على الساحة الوطنية والعربية والدولية في مجال البحوث والدراسات والتدريب واستشارات القضائية كذلك والإعلام والديمقراطية وإن شاء الله والتحول السياسي والديمقراطي. يتعاون معهد في سبيل تحقيق أهداف مع كافة الجهات البحثية والعلمية مع المنظمات والهيكل الحكومية والغير الحكومية التي تشترك معه في مجالات اهتمام واختصاصاتها وفق الأسس والمعمول بها في هذه الجهات والمجالات. ينشر معهد أبحاث ودراسات وتقارير كما يدير عدة برامج مختصة ويعقد مؤتمرات وورشات وأعمال وندوات للمختصين. يأتي تأسيس هذا المعهد من مبادرة يقوم بها مجموعة من الشبان التونسيين من نشطاء المجتمع المدني والمفكرين. تنص أهداف المعهد هذا مراقبة الانتخابات المعهد ودعم التحولات الديمقراطية، دعم الجهود لإنجاح كل تحاول نحو الديمقراطية وتحقيق العدالة الانتقالية، ترويج وتعزيز مفهوم الديمقراطية والمواطنة الفاعلة، والعمل على ضمان شفافة السلوكيات الإدارية والمالية وجعلها مسؤولة ومقاومة الفساد، نشر ثقافة مقاومة الفساد ومكافحة الفساد. ولا من ديجا من اول مره اي صحيح اول مره شارك او ديجا اول مره في تونس، حاجه اكسبسيونيه حاجه بها على الاخر. ان شاء الله معناها تلمت معناها كل فئات المجتمع، شفنا من ديجا نواب، شفنا معناها من كيف المجتمع المدني جاو، شفنا ديجا عروض عرض موسيقي عرض مسرحي معناها بروجيكسيون وكذا. ان شاء الله حاجه بها على الاخر، ان شاء الله انتباهات حاجة بها على الاخر. ديجا اول حاجة نشوفوها معناها كوم يفهم شكون اللي هي بالديمقراطية في تونس، فهم شكون ديجا يجي جات اليوم العباد وشافت وحكينا مع بعض، ان شاء الله تعرفنا على بعض اخرين. ديجا زاد الحضور معناها الاجنبي معناها المتواجد ديزومباساد ومنظمات معناها زاد اوروبية زاد جات بحذانا، ان شاء الله حاجة بها على الاخر، وان شاء الله زيدوا كملوا حاجة نعملوا حاجة من خير ان شاء الله.
وي فرانشمون يعطيكم الصحه خاطر هذا نشاط استراتيجي يسمح للجمعيات باش تقابل الممولين و معناتها الاطراف اللي تلوج على مشاريع اللي تطبق للرؤيه نتاعها ودونك معناتها نوليو نحن كجمعيات نعرفوا شكون يخدم فرد حاجات نخدموا فيهم نحن شكون يمول فيهم وشكون يستحق الاتجاهات اللي نحن بيدنا نلوجوا عليها. نحن جمعيه التنميه الجهويه الاقتصاد الاجتماعي والتكافل الوسطي نخدموا على تحسين نجاعه المؤسسات باقتراح مكونات دوله اللي هي اطار قانوني مؤسسات واقليم معناتها تعرف بطريقه احسن بواجبات ونتائج الدوله اللي هما الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه ونسبه انجازهم على الاقاليم. على ذلك تنجموا تراو لي بانو اللي نحن معناتها انقدنا اللي هما معناتها جايين من النقد اللي نحن قمنا به واللي نحن معناتها مثلا النشاط الاخر اللي عملناه هو مسرحيه في الشارع معناتها للمواطنين كي نجموا يشاركوا في الجمهور نفهموهم اسباب المشاكل اللي هي دونك الاقصاء من التنميه واسباب دونك المشاكل هذه اللي دونك كما قلنا مكونات الدوله اللي ما توضحش الحقوق ونسبه انجازهم ودونك الاقتراح في المستوى المحلي هو انه نعلقوا الثلاثه بانوات هذم اللي هو الدستور المحلي في 10 فصول تمثيل حسابي لنسبه انجاز كل حق في كل حومه ونظريه التعمير مطابقة للانتظارات التنموية وللعدالة الاجتماعية ودونك كي نحطوا البانوات هذوما فوق باب البلدية ديجا المواطن يفهم خير دور المؤسسة يعرف اسكو القرار اللي متاخو متناسق مع ادماج الفئات الضعيفة. ديري الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شاركنا نحن اليوم في اليوم العالمي للديمقراطية اللي تحتفل به تونس كما بلدان العالم الكل. دونك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دونك مساهمة في إنشاء الديمقراطية في تونس انتخابات 2011 وانتخابات 2014. دونك شاركنا كما المجتمع المدني نشارك اليوم في الفعاليات هذيا دونك بثينا الفيلم تاع الخيمة وتوا فما صاير نقاش انيمي بارسي شفيق صرصار رئيس الهيئه العليا المستقله للانتخابات الموضوع بتاعو الديمقراطيه والادماجيه. نحن كشباب ساعه نخدموا في الهيئه العليا المستقله للانتخابات فرحانين اللي نجمنا نشاركوا في الفعاليه هذيا. ما كناش قبل 2011 نحكيوا على الديمقراطيه جوست كلمتين وكهو كلمه وكهو تتقال ما ريال ما فما شيء. دونك تو نطبقوا فيها سور تيرام على الهيئه العليا في الانتخابات. دونك مشاركتنا اليوم كما حكيت لك فيلم الخيمه والديبا هذايا وان شاء الله في المناسبات القائمه تكون المشاركه اكثر وخير من المجتمع الكل. دونك تمنينا اليوم كان الديبا كان يتمحور اكثر على السلطه المحليه على المركزيه. اليوم راهو فما واقع للاسف مؤسف من المجتمع المدني اللي المجتمع نتاعنا واللي تحتكره جمعيه تونس العاصمه. اليوم ولا نادي خاص المجتمع المدني اربع خمسه جمعيات نعرفوا بعضنا الميديا تعرفنا الناس الكل يعرفونا. اذا نحبوا نحكيوا على اللامركزيه وقيت نحكيوا على اللامركزيه المجتمع المدني. اليوم المجتمع المدني في جهات للاسف قاعد يعاني من منافسه غير متكافئه بيننا وبينه.
هوني في تونس عندك اكسي للدعم، عندك اكسي للاعلام، اوك في الجهات احنا حاشتنا مجتمع مدني كتونس، نحتاج مجتمع مدني هذا ماشيين في مسار لا مركزيه. دونك اللي طوم يعني قيت اليوم نحكيوا على لا مركزيه المجتمع المدني، وانه المجتمع المدني المحلي ياخذ زاد نصيبه من الدعم المالي واللوجستي، من التغطيه الاعلاميه، وكذلك من لعب دور مهم. يعني اليوم اذا باش نمشيو انتخابات محليه، ماذا بينا كان جمعيات تاع الانتخابات الكبار ما يراقبوش، بالعكس يدعموا الجمعيات المحليه انها هي تراقب وتاخذ دور تلاعي اكثر من انها فقط تعمل دور تنسيقي. خاطر إذا نحبوا اللامركزية تنجح، ما تنجمش تصير بمجتمع مدني غير جاهز كما اللي موجود توا في الجهات للأسف. سيت اون بون انيسياتيف، خاصة وأن مسألة الديمقراطية هي مش مسألة يقع نقاشها ولا دسترتها وإلا تقنينها، هي صحيح القوانين عندها أهمية، لكن هناك نشوف تظاهرات كمن هكا، هذا أعتبره مهرجان ثقافي. ونحن في حاجة في تونس إلى ثقافة الديمقراطية، هذه اللي افتقر لها التونسي، اللي تخليه هو في ممارساته اليومية يمارس بطريقة ديمقراطية في عاداته في تفاعله وتعامله مع الغير مع الآخر، حب كان شخصا أو مجموعة. معناها احنا في علاقتنا بالديمقراطية دائما معناها نقارن ممارسات ديمقراطية سلطة وشعب، لكن الديمقراطية كما نقول لك أنها ثقافة، هي الممارسة اليومية لكل فرد مسؤول يعتبر نفسه مسؤول في دولة مدنية. ودستور معناها نتاع الجمهورية الثانية معناها ركز على جانب الديمقراطية قانونيا وهذا مهم جدا، لكن الاحتفالات هذه والتحركات نتاع الجمعيات والمواكبة لكل الأحداث اللي تصير في تونس، وأنه لاحظنا منذ 5 سنوات ولا 6 من ثورة 2011 ولا التونسي يستعمل كثيرا اللفظ ديمقراطية. اليوم احنا على مستوى استعمال اللفظة حاجة مهمة جدا، لكن وقتاش نمروها إلى ممارسة، وقتها من بعد باش تمر إلى ثقافة. قد الثقافة انت تشوف ثقافتنا اليوم تاع إقصاء الآخر شيء غريب، ومتاع الكراهية شيء غريب، أثبت التونسي أنه عنده معناها جانب كبير من الحقد والكراهية والإقصاء ونفس الشخص الذي يقصي ويكره ويحقد وينفي الآخر ويعتبر نفسه هو الكل، هو نفسه يتكلم باسم الديمقراطية وتبجح على أنه يفتخر بأن تونس تمر إلى مرحلة تكريس الديمقراطية. بالنسبة للجمعية، جمعية تونسية لمساندة الأقليات عملت منذ اندلاع الثورة جستمون، فكرت في أن هناك فئات تعتبر مهمشة، إذا كان معناها فئات اليوم جهات تعتبر نفسها مهمشة داخل هك الجهات هذيك، ثم فئات أنكور أقلية هي، وأقل كلمة أقلية نحب نفسر ديما نذكروا أنها أقلية بالنسبة للعدد، أقلية عددية وليس معناها بمفهوم بيجوغاتيف، معناها بنظرة دونية، أقلية يعني أقلية وأنت عندما تكون عدديا أقل من الأغلبية، عندما نتكلم مثلا على الأقلية الدينية على اليهود في تونس، عندما تكون 1500 يهودي في تونس نسبة إلى 12 مليون فأنت أقل عدديا ماتيماتيكمون بارلون. الاقليات هذه احنا رينا وانها في هالخمة هذه لا توجور ايتي اوبريمي اي نيجليجي، محطوط على جنب، فهمتني؟ قلنا فلما لا فرصه في هذا الشونجمون راديكال اللي قاعد يصير في تونس وطرح كل المواضيع، من حق الاقليات ان يكون لها صوت، ان يكون لها تواجد، وان يقع التعامل معها كمواطن كامل الهويه كامل الحقوق وليس كمواطن من درجه ثانيه. أنه يلتحق أو يلتحق بالركب. أنا كيف تجيني في القانون تقول لي كل مواطن ومواطن مستويين، أنا كنا نتمنى وإحنا جمعية أقليات وبعثنا حتى المجلس التأسيسي والمجلس هذايا اليوم مجلس النواب الشعب على ذكر اسم كلمة أقليات، معناها الأقليات خاطر عندها خصوصياتها، أنت كي تجمع الكل جي أنت حقوق الإنسان ككل، نقول لك أنا حقوق المرأة وقت علاش ما تعمليش حقوق خاصة بالمرأة؟ بما أنك أنت تحكي توفر في حقوق الإنسان ككل، والمرأة بما أنها إنسان فنحن لا نحتاج إلى حقوق للمرأة، لكن بما أن للمرأة حقوق وخصوصيات فهي في حاجة إلى قوانين تخص خصوصياتها. الطفل هو مواطن الغد، هو لاديول دو لوندمان، هو يدخل تحت منظومة حقوق الإنسان لكن عنده خصوصياته. الأسود له خصوصياته في اللون والألفاظ التي تستعمل ضده للتحقير والتنكيل به في أي مناسبة أو غير مناسبة. الأقليات الدينية من مسيح وما يتعرضون له اللي يعتبروهم دي كونفيرتي، ألوك ماهيش حاجة إيفيدونت أنه كونفيرتي، أنت علاش اعتبرت كل تونسي يقول لك أنا مسيحي تعتبره كونفيرتي؟ لأنك أنت انطلقت بفكرة أنه بديهية من الأول أنه هو مسلم، والنهار اللي هو إلى ديكلاغي سون كريستيانيزم أنت اعتبرته كونفيرتي. لا، نجم يقول لك أنا لم يكن لي دين
أنا ولدت طبيعي بالطبع في عائلة مسلمة، لكن الديانة بما أنها مسألة شخصية وسأحاسب قدام الله كشخص وليس كانتماء عائلي، أنا من حقي أن أختار الدين الذي يناسبني. نهار اللي اختار الدين يتعرض للهرسلة، يتعرض للضرب، يتعرض للتنكيل، يتعرض للطرد من قبل عائلته. اللي الأقليات الجنسية كيف هي ستون ايدونتيتي، هوية جنسية، مالك وماله. أنت من تتحدث وتبجح بالديمقراطية وحق الفرد في ممارسة معناها أموره الشخصية وكل شيء، أنت كيفاش تدخل فيه باش وتعمل له قانون اللي من خلاله تزوج به في السجن؟ هذه ثانية. بالنسبة وصلنا دخلنا حتى أكثر من الخصوصيات في الشواء، جمعية تونسية مسندة الأقليات اليوم الأشياء باش نرجع عليها في حرية الضمير هي مسألة الزواج، وكنا أطلقنا شعار حتى العرس ما سلمش، وعملنا كونفرنس دو بريس لو 13 اوت سور سو تيم لا بور دير كو لو 13 اوت سي بيان مي سو ني با اوسي بو كو فو لو بونسي. ولا تحتفل لي بيه 60 سنه. اذا كان اليوم انا كتقول لي متساويه في الحقوق والواجبات كمواطنه وكمواطن قدام القانون كلنا كيف كيف، وتسمح للرجل ان يتزوج بالغير المسلمه، كي تخلط مراه باش تتزوج بغير المسلم تهبط ليست نتاع شروط. من انت اللي تشترط علي اشكون نختار كشريك عمري؟ أنا هذه أشياء اللي هذه من المشاكل التي تخص الأقليات والكومبا. ما هوش سهل، طويل برشا. ونرجع لحكاية الثقافة، الثقافة اللي عندنا اللي هي ثقافة مغلغلة نوع، واللي أنت تحب ترفضها أنا يلزمك تطورها وتأقلمها، ويلزمها خدمة برشا من القراية وأنت ماشي حتى يكبر الإنسان.